كاركتر امبرسونيشن لشخصية معمارية من الناس اللي احنا هناخدها النهاردة. عندنا اكتر من 30 choice، ال 30 معماري دول هتختار واحد او اتنين منهم، مطلوب منك انك تعمل عمل درامي عنهم في 15 دقيقة علشان تقدر توضح اهم ملامح بتاعتهم. الحاجات اللي لازم تغطيها في المشروع اللي موجودة قدامك تاي، اللي هو life, influence, style, works, character وcritique.